خلينا نروح مع بعض بقى المجموعة كده من التقارير. في طبيبين، بمناسبة الكلام على الخير، وعشان برضو أؤكد لحضراتكم إن عمر الكلام على الخير والإنسانية ما يقتصر على نوع واحد من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. ساعد باللي تقدر تساعد عليه، تقدر تساعد فيه، تقدر تساعد إنسان محتاج ساعده، تقدر تساعد مسن ساعده، تقدر تساعد مريض إنك توفر له دواء هو مش قادر يشتريه ساعده، تقدر تساعد كلب أو قطة في الشارع تحط له شوية مية ساعده، أو على الأقل سيبه ما تسموش ولا تقتله. تقدر تزرع خضرة لأنه كمان النبات بيتنفس زينا، ساعده. في طبيبين الحقيقة أطلقوا مبادرة في منتهى الاحترام. ولسه امبارح كنت بتكلم مع حضراتكم إنه أحيانا بيكون اللي أصعب من المرض عدم القدرة على العلاج. ما معكش فلوس تعالج نفسك، وبتبقى أصعب لو ما معكش فلوس تعالج ابنك، ضناك أو والدتك أو والدك. هنا بيبقى يعني قمة الإحساس بالصعوبة قوي. مرض مع عدم القدرة على العلاج، عدم القدرة المادية، دي شيء في منتهى الصعوبة. في طبيبين محترمين جدا، ربنا يا رب يبارك لهم، أطلقوا مبادرة لعلاج الفقراء بالمجان. يعني ده هم عندهم إيمان بالتكافل المجتمعي، وإنه فكرة لازم تساعد الغير قادر على العلاج، وتحاول طالما تقدر وربنا ميسرها عليك حاول إنك توفر كل أنواع العلاج في حدود التخصصات. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير وهذه المبادرة لإطلاق مبادرة لعلاج الغير قادرين بالمجان فين؟ في محافظة الشرقية. تقرير لزميلنا أحمد صالح. كثير من الناس لا يملكون قيمة تذكرة الكشف لدى الأطباء الكبار الذين تتجاوز قيمة الكشف لدى بعضهم مئات الجنيهات في المرة الواحدة، ما يزيد من الأعباء المثقل بها كاهلهم أو ينصرفون عن الذهاب إلى الطبيب. في المقابل نجد الأطباء الخيرون يتنازلون عن قيمة الكشف لغير القادرين. فكرة جت من اللي قبلنا، إن كان في زملاء كتير جدا بيكشف مجاني على الحالات المختلفة، لما بيجيله أي مريض محتاج ما بياخدش منه كشف، بيجيله أي ورقة من جمعية خيرية بيقبل المريض بدون مشاكل خالص. بس هنا كانت الفكرة إن تهمة إن هو المريض فقير، أو أنا جاي لك في الساعة اللي حضرتك عاملها مجانية، أو في يوم الفقراء. الكلام ده بيوجع كده، حضرتك وجعته، بقى نوع من المن على المريض شوية. أنا واحد أنا عارف إنه دخله في الشهر قليل جدا، فمش هيقدر يدفع. فالشخص ده حلينا الموضوع بانه اصلا ما يدفعش لو هو خارج. حسبناها يمكن من تقدر تقول من كل 10 في حوالي 7 مثلا مجانين و3 ايه مش مجانين. العاده دي انا جت فتره كنت عايز اقفلها تماما واخليها الغلابه، بس كنا عايزين نعمل تطبيق ابلكيشن الكشف المجاني، بحيث ان لو دكتور يقدر يدي مثلا كشف مجاني مره في الشهر او مره في اليوم او كل يوم براحته، والمريض يقدر يحصل على الكشف المجاني ده. دي حاجة ممتازة جدا جدا جدا، طالما ان هو بيعمل حاجات كويسة للناس وبيعين الناس على حالهم، ربنا سبحانه وتعالى هيعينه برضو على حاله. يعني اصل الدكاترة عادوا بيغالوا جدا 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 في الفيزيتا بتاعت الكشف، يعني بقت رهيبة جدا. فاما يبقى في دكتور عنده قلب يقدر يحس بالناس، حاجة ممتازة جدا. يعني هو مبادرة كويسة جدا، وياريت يعني ريت الدكاترة تقدر تعممها وتقدر تحس بالمريض وتقدر تحس يعني تقلل من السعر شوية، بحيث ان هي تقدر الناس تبدأ يعني تقدر تكشف، عشان الناس كتير تعبانة وفي ناس ما بيبقاش معاها فلوس ما بتقدرش تروح تكشف على نفسها اصلا. انا عندي الكبد بقالي كام سنة وبيتعالج منه، عرفته واتصلت امبارح وقال لي اتفضلي اللي انت عايزاه اعمله لك، بقالك كام سنه معاه ويعني بيجيب لي علاج وبيجيب لي كل حاجه. قرر طبيب اسنان تكرار التجربه مره اخرى من خلال الكشف على غير القادرين. انا البدايه جات لي شخصيا ان في شخص كلمني شخصيا يعني وقال لي في حاله معانا محتاجه طقم تركيب اسنان وكده هنا في الزقازيق. فحكاية موضوع تركيب الطقم الكامل لمريض وكده موضوع مكلف جدا بالنسبة للأسنان، يعني خاصة للأسنان. فوجئنا بكذا حد بيكلمنا بقولنا في مبادرة كشف مجاني تقدر تدخل فيها، فقلنا له ندخل فيها. فأنا قلت يعني هي جت في الأسنان، يعني اللي هو مثلا لو حشو العصب مثلا ب 400 500 مش هقدر أعملها أنا،
فعملناها ولقينا الموضوع مجزي شخصيا بالنسبه ليا. البركه في اليوم يجي لك عدد شويه، ممكن يجي لك 7-10 في اليوم. الحاله الماديه دي حاجه انا ضيفها جديده في الورقه كده، الحاله الماديه حضرتك تقدري تدفعي كذا كذا امين بعد ما تاخد البنجو. اقدر مش اقدر خالص. الهدف من الموضوع دوت برضه يعني تخفيف المعاناه عن الناس في حاجات كتيره، يعني الاسعار دلوقتي الاسعار غاليه جدا جدا جدا.